السلام عليكم، ازيكم يا مستر؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر احمد. النهارده ان شاء الله فيديو استريك جديد. الفيديو ده طبعا بتشوفوه على قناه بوتشر، بس قبل ما تشوفوا الفيديو وقبل ما تشوفوا اي حاجه، حبيت اقول لكم ان الفيديو ده انا مصوره اصلا قبل شهر رمضان كريم بفتره. غير كده يا جدعان، في الفتره دي الكلب كان عنده دم في بطنه وكان تعبان، وكان اول مره ساعتها اصلا اوضب الاوضه بتاعته. وكمان في الفيديو ده وضبت السطح واديت له الدواء وضبط له اوضته وظبطت له يعني الدنيا وكده. فالمهم، لو انتوا هنا جداد واول مره تشوفوا قناه الكلب، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في قناه الكلب، عشان الفتره اللي جايه باذن الله هبدا انزل عليها، شوف عليها فيديوهات حلوه جدا مع الكلب، لان يعني في ناس كتير كانت طالبه معايا انا وكلبي يعني ننزل فيديوهات وكده. القناه دي تبقى مخصوص ليا انا وكلبي، يعني ومياته عمر احمد وكلبي هتنزل هنا على القناه دي باذن الله. فالمهم، اتاكد انكم مشتركين، حط لايك للفيديو ده، تابعونا على الانستجرام بتاعي وبتاع بوتشر، انستجرام بوتشر تحت في صندوق الوصف، روح تابعوا عليه وتابعونا على الانستجرام بتاعي كمان. اشتركوا كمان في قناه الاساسيه وقناه الثانيه، كل مقاطع التواصل اكتبوها تحت في صندوق الوصف. معلش طولت عليكم، خلينا دلوقتي نبدا فكره الفيديو النهارده. طيب يا جدعان، المفروض دلوقتي جينا عند بشرة طبعا حبيب الملايين ده. ايه يا اسطى؟ بص على الناس، سلم سلم. طب ماشي، المفروض يا جدعان زي ما انتم شايفين الدواء الديدان ده هنحطه له في بقه هنا في الحته دي، هنفتح له بقه ونحط فيه الدواء. فبس خلوه دلوقتي يحط فيه. ربي يترج. بشرة ست يوم. افتح بقه افتح بقى ازاي؟ بوي شاطر يا بوتش. تعالى بقى افتح بقى تاني. ما عادش فاضل حاجة. افتح بقى طيب. معلش، هو ما عجبوش ولا ايه؟ امال لو كان عجبه انا ده ولع الازازه. طيب المفروض يا جدعان دلوقتي زي ما شفتوا احنا ادينا اول دواء اللي هو بتاع الديدان، المفروض بقى تاني حاجه نديها له الدواء بتاع الحشرات. المفروض على حسب كلام الدكتور قال لي هتحط 3 لتر ميه، فالمفروض دول 2 لتر. تمام، هتحط 3 لتر ميه على المصل ده. عشان ما اعرفش ايه الحشاش. بص يا بوتش، شاطر يا بوتش، شاطر. بس يا جدعان المفروض دلوقتي خلاص احنا عملنا كده خلاص يا احمد. سوري يا عم، تقريبا هو كله اساسا، بس انا طبعا ايه مش هسيب حاجه غير اما اعملها لك. بس يا بوتش الدواء ده اصلا دواء يا جدعان. خلينا دلوقتي نوصل الميه ونبدا ان احنا نوضب بوتشر وبعدين نحمل بوتشر تاني وكده نكون خلصنا الفيديو. لا اقفل العادي. صور يا ابني.
تافه قسما بالله. طب يا جدعان المفروض دلوقتي بقى زي ما انتم شفتوا ان احنا عملنا الرقبه بتاعت الكلب، عايز اقول لكم انها مقروفه من نفسها قوي الصراحه. المهم المفروض ان انا جبت له فنيك اللي هو بيتحط في الحمامات تقريبا ده، المفروض ان انا احطه له عشان انضف له بالقطه بتاعته عشان ينفع الشباب لا قدر الله البيض. فهحطه له شويه. لا ده بيحرق الايد على فكره. حاسب بس يا بج حط بقى شويه ميه. طقها. شوف يا حشاشك. طب نروح بقى على طول الشاي. في ياض اخيرا عندي كان طبعا زي الاثنين دول عليه شوف بقى يا جدعان بقى الضيف تيجي عليه عايش يا بوتش طبعا يا اسطير واخيرا يا جدعان طلع عنا النهارده احمد حسام تعب معايا قوي يا جدعان والله العظيم ما عادش قادرين بص السطح اتقلب نضفناه ونضفنا الاوضه ونضفنا الكلب صاحب المره اهو انت بتعمل ايه؟ بس بيعمل ايه؟ حسب الله يعضك بص يا جدعان نضيف اهو بقى نضيف بقى نضيف ها بقى نضيف خالص اهو ادعوا له يا جدعان يقوم بالسلامه عشان عنده الدم في بطنه فادعوا له يوم بالسلامه وبس يا اسطير شكرا جدا لكم على المشاهده ما تنسوش تحطوا لايك اشتركوا في القناه فعلوا جرس تنبيهات قناه احمد حسام تحت في صندوق الوصف اشتركوا فيها غير كده يا جدعان الانستجرام بتاعي برد عليه هيطلع لكم على الشاشه روحوا تابعوني عليه والفيسبوك كل مواقع التواصل الاجتماعي تحت في صندوق الوصف وبس كان معاكم عمر احمد واحمد حسام وبوتشر نشوفكم الفيديو الجاي سلام.